أعلن وزير الري الإثيوبي الانتهاء من التعبئة الثانية لسد النهضة، وعزى الوزير سرعة الملء إلى غزارة الأمطار التي شهدتها إثيوبيا، داعيا مصر والسودان إلى الاطمئنان أن التعبئة الثانية لن تصيبهما بأي ضرر. إثيوبيا تكمل خطوتها المثيرة للجدل. الحكومة الإثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة على النيل الأزرق. الماء تجاوز قمة السد كما يقول وزير الري، والكمية المعبأة تعني الحصول على ما يكفي من المياه لتشغيل توربينين. لم تستغرق أكثر من أسبوعين، وسائل إعلام إثيوبية ذكرت قبل أسبوع أن مليار متر مكعب من المياه خزن في السد. المطلوب بحسب أديس أبابا كان 3 مليارات متر مكعب. الحكومة تعزو الفترة القياسية إلى غزارة الأمطار الموسمية في الهضبة الإثيوبية. أثار سد النهضة بتكلفة 4 مليارات دولار وتعبئته الثانية غضب مصر والسودان. حكومتا البلدين طالما عارضتا الملء الثاني، أضراره عليهما كبيرة هكذا تقولان. والاتفاق الثلاثي المبرم سابقا والملزم يقضي بأن تحصل مصر على حوالي 55 مليار متر مكعب، والسودان على 18 مليارا، حصص تمس سلامتها التعبئة وفق القاهرة والخرطوم. أما أديس أبابا فهي مصرة على أن الأمر بلا ضرر. وعلى مدى شهور كانت الوساطات مكثفة لحل يرضي البلدان الثلاثة، لم تصل تلك الوساطات إلى حل، والآن اكتملت الخطوة أو أعلن أنها اكتملت، أي أن أديس أبابا مضت فيها. قد لا تكون الأخيرة، وليس واضحا ما في جعبة مصر والسودان للتعامل مع أي تطور مستقبلي. وردا على الإعلان الإثيوبي، جددت وزارة الري والموارد المائية في السودان موقفها برفض الإجراءات الأحادية الجانب وسياسات فرض الأمر الواقع وتجاهل إثيوبيا للمصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في النهر على حد تعبير البيان. وأكدت الوزارة أن البديل هو مواصلة التفاوض بنية حسنة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يحافظ على مصالح كل الأطراف، وعلى وجه الخصوص التشغيل الآمن لسد الرصيرس. وشددت الوزارة على أن الوقت لم يفت بعد، وأن التوصل للاتفاق المرجو ضروري جدا وممكن ومتاح إذا توفرت الإرادة السياسية. وبينما تؤكد كل الأطراف المعنية بأزمة سد النهضة على أن الحل السلمي هو المخرج الوحيد منها، إلا أن تصريحات عدة بدرت عن مسؤولين أشارت إلى بقاء كل الخيارات مفتوحة. التقرير التالي يستعرض القدرات العسكرية للجيشين المصري والإثيوبي. تسببت أزمة سد النهضة الإثيوبي في توتر العلاقات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، وبدأ الحديث يتطرق لاحتمالات مواجهة بين الجانبين ومدى الفارق في القدرات العسكرية بين مصر وإثيوبيا. على الورق تتفوق القوة المسلحة المصرية بشكل كبير على الجيش الإثيوبي، حيث تتمتع مصر بميزة قوية بشكل خاص في كل من القوات البرية والجوية. وفقا لموقع Global Firepower، صنف الجيش المصري في المركز 14 عالميا، بينما يأتي الجيش الإثيوبي في المرتبة 60 من بين أقوى 140 جيشا في العالم. ويبلغ إجمالي نسبة إنفاق مصر العسكري من الناتج القومي 1.2% حسب تقديرات موقع CIA لعام 2019 مقابل 0.64% لإثيوبيا. في المجال الجوي تتسع الفجوة بين البلدين بشكل كبير. تمتلك القاهرة ما يقرب من 1053 طائرة حربية، منها 250 طائرة مقاتلة مقابل 92 طائرة حربية، منها 24 طائرة مقاتلة لأديس أبابا. كما تمتلك مصر 91 طائرة هليكوبتر هجومية مقابل 8 فقط لإثيوبيا.
يبلغ حجم الجيش المصري أكثر من الضعفين ونصف الضعف بالنسبة لحجم الجيش الإثيوبي، حيث يبلغ عدد أفراد الجيش المصري في الخدمة الفعلية 440 ألف فرد مقابل 160 ألفا للجيش الإثيوبي. وتضم القوات البرية المصرية 3735 دبابة و11 ألف مدرعة، بينما تمتلك إثيوبيا 365 دبابة و130 مدرعة. كما أن مصر قادرة على إبراز قوتها في البحر عبر حاملتي طائرات فرنسيتين وثماني غواصات، ولكن من جانبها أوقفت البحرية الإثيوبية عملياتها في العام 1996 عندما أصبحت دولة غير ساحلية بعد أن نالت إريتريا استقلالها عن أديس أبابا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة الدكتور عباس الشراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة. أهلا بك سيد شراقي معنا في العربي. إذن إثيوبيا تعلن الانتهاء من التعبئة الثانية لسد النهضة. وزير الري الإثيوبي يقول بأن هذه التعبئة لن تؤثر سلبا على دولتي المصب، ويقول بأن سد النهضة هو الحامي لمصر والسودان ضد التغيرات المناخية. ما الذي يعنيه هذا الكلام سيد شراقي؟ وهل هناك من جهات مستقلة من الاتحاد الإفريقي مثلا تؤكد وقوع الضرر من عدمه على دولتي المصب؟ أولا تحياتي لحضرتك وجميع السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. بالنسبة للتصريحات الإثيوبية بالانتهاء من التخزين الثاني، هو الأصح كان المفروض يقال التوقف للتخزين الثاني نظرا لشدة الأمطار، لأن إثيوبيا اليوم توقفت إجباريا وتركت الممر الأوسط وجمعت معداتها من هذه المنطقة نظرا لزيادة الفيضان في مثل هذا الوقت. احنا هذا ليس مفاجئ، ولكن هذا هو وقت الفيضان بالفعل. وإثيوبيا حاولت بقدر المستطاع رفع السد، المفروض كانت ترفعه 30 متر، ولكن ما تم أقل من 8 متر في خلال الشهور الماضية، وبالتالي توقفت عند 8 متر. ال 8 متر يحجزوا 3 مليار متر مكعب، وكان المفروض عند إتمام ال 30 متر أن يتم تخزين 13.5 مليار متر مكعب، وكان هناك 5 مليار. فقط لي يعني للتوضيح لنفهم منك بأنك تقول بأن التعبئة الثانية لم تكتمل أو لم تنتهي كما تدعي إثيوبيا، لأنها قالت بأن هذه السرعة بالتعبئة جرت بسبب غزارة الأمطار هذا الأسبوع. هذا غير صحيح، لأن الأمطار ما زالت طبيعية حتى الآن. شهر يوليو من كل عام بيأتي فيه حوالي 7 مليار متر مكعب من كل عام، هذا هو المتوسط، ونحن الآن هنبدأ الثلث الأخير منه، يعني في ثلثين، يعني ما يقرب من 4 مليار متر مكعب تم وجودهم في شهر يوليو، ده الطبيعي. لكن إثيوبيا فتح بوابتين، البوابتين بيمرروا من 50 إلى 60 مليون متر مكعب يوميا، وبالتالي هنا ده اللي أخر. المفروض هذا التخزين 3 مليار كان يتم من خلال أسبوعين فقط، ولكن استغرق 3 أسابيع لأن في بوابتين مفتوحين بيخرجوا حوالي 50 مليون متر مكعب، وبالتالي الأمور ما زالت طبيعية تماما. الكمية ليست نتيجة فيضان شديد، هي مياه طبيعية، والكمية محدودة بسبب أنها كمية قليلة ونتيجة أن رفع الخرسانة في جسم السد كانت 8 متر فقط وليس 30 متر، وال 8 متر قدرتهم للتخزين حوالي 3 مليار. إذن الكمية، ولذلك وزير الري الإثيوبي لم يستطع أن يذكر الكمية التي تم تخزينها، هو الآن يتكلم عن مجرد تخزين تم. طب لماذا ما هي تقول ذلك برأيك؟ لماذا تعلن عن الانتهاء من التعبئة الثانية إذن؟ لأنها هي موجهة كلامها للشعب الإثيوبي، وكانت التصريحات جميعها أن يتم تخزين 13.5 مليار متر مكعب هذا الصيف بالإضافة إلى 5 من العام الماضي، وبالتالي إثيوبيا لا تستطيع أن تواجه الشعب الإثيوبي حاليا وتقول أن التخزين تم ب 3 مليار فقط، ولكن هي بتقول أن التخزين الثاني قد تم، على اعتبار أن الإثيوبي يعني يفتكر بقى الكمية اللي يفتكرها. وعندما صرح في الشهر الماضي وزير المياه الإثيوبي ذكر أن التخزين سوف يكون عند منسوب 573، اللي هو معناه تخزين 3 مليار،
ولم يستطع ايضا ذكر 3 مليار، ولكن ذكر منسوب 573، هو ده الارتفاع عن سطح البحر، على اعتبار ان المواطن الاثيوبي لا يعرف ما معنى مستوى سطح البحر، وبالتالي اثيوبيا الان بالنسبه لمصر والسودان والتي هي تحذر من فرض سياسه الامر الواقع التي تتبعها اثيوبيا كما تقول دوله المصب، متى فعلا يقع الخطر الحقيقي على الكميه من المياه التي تحتاجها مصر والسودان؟ في اي مرحله او في اي يعني مرحله من التعبئه من الممكن فعلا ان تؤثر سلبا على مصر والسودان؟ الخلاف الرئيسي ما بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى ليس كميات المياه، لأن كميات المياه ربما في السنوات الأولى في يعني في العام الماضي ممكن نرتب نفسنا ولدينا بعض البدائل وممكن نتحمل هذه الكميات، ولدينا السد العالي ولديه مخزون أيضا ممكن نتحمل بعض الكميات، ولكن المشكلة الكبرى هي انفراد إثيوبيا بالقرار. إثيوبيا خزنت هذا العام 3 مليار متر مكعب، وده بسبب الإنشاءات الهندسية اللي هي التي تفرض يعني كميات التخزين، سواء العام الماضي أو هذا العام، اللي بيحدد كميات التخزين هو مدى التقدم في الإنشاءات الهندسية، وليس لوجود اتفاق مع مصر أو لمراعاة المصلحة المصرية أو السودانية. وبالتالي هذا هو الخلاف الرئيسي، ليس لكمية الفضائل. كمية التخزين 3 مليار لن تؤثر على مصر أو السودان هذه الكمية، رغم أنها 3 مليار متر مكعب، ولكن لن تؤثر التأثير الضار. وبالتالي هنا احنا نختلف على طريقة التخزين، على اسلوب اثيوبيا بانفرادها بالقرار، لان من يخزن 3 مليار متر مكعب بطريقة منفردة بهذا الشكل يستطيع العام القادم لو الانشاءات الهندسية جاهزة ممكن يخزن 20 و30 مليار، لان ليس هناك رادع، لا يوجد هناك اتفاق ولا يعني اي شيء ولا سقف للوصول اليه. شكرا. وبالتالي لا يراعي المصالح المصريه او السودانيه. شكرا جزيلا لك دكتور عباس شراقي، استاذ الجيولوجيا والموارد المائيه بجامعه القاهره.